السلام عليكم ومرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامجكم وليمة حليمة. موسم ان شاء الله غادي يكون متميز مليء بالمفاجآت بالوصفات جديدة وحتى حلول اللي غتنفعكم في المطبخ ديالكم، فبقوا معنا باش تكتشفوا اولى الحلقات اللي هي طريقة مميزة باش غنوجدوا الكوردون بلو. مكونات لهذه الوصفه لدان فيمي غنحتاجو غير 4 ديال الشرائح، صدر ديال الدجاج اللي كنقطعوه يعني رقيق بهذا الشكل كما غتشوفوا معايا من بعد، يعني ضروري ما كيكون رقيق، دقيق ديال الفورص، لا شابلور، مايونيز، بزار، ملح، فرماج احمر محكوك غليظ بهذه الطريقه، وجوج بيضات. غنخليكم دابا مع لائحه المكونات وغندوزو مباشره لطريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. اولا كناخذوا صدر ديال الدجاج اللي كنقطعوه، يعني كيكون عندنا وكنفرقوه بهذا الشكل، الا بان ليكم مازال غليظ كنغطيوه بالفيلم اليمونتير وكناخذوا اما دلاك اما شي حاجه اللي ثقيله وكنبقاو كنضغطوا عليه مزيان حتى كيرقق. كناخذوا كل واحد كنرشوا عليه البزار بهذا الشكل، الملح، كناخذوا المايونيز وكندهنوا به الدجاج بهذا الشكل هذا، كنديروا لدان فيمي نشد اللي غطينا الدجاج كامل، كنزيدوا الفرماج محكوك وممكن عوض الفرماج محكوك نديروا شرائح ديال فرماج ساندويتش اللي بغيتوا على حسب الذوق ديالكم. صافي بهذا الشكل وكنبداو كنروليو الدجاج ديالنا بهذه الطريقه مع لدان فيمي والفرماج حتى كنثبتو وكنوصلو للطرف. ممكن اننا نثبتوه بالكوردون ونديروه في المجمد باش تراسو واحد الساعه، او لا غير نغلفوه بالبلاستيك الغذائي. هكذايا وكنجمعوه وكنسدو عليه مزيان. صافي وكنغلقو عليه مزيان بهذه الطريقه هذه وكندخلوه للمجمد على الاقل واحد الساعه حتى كيقبط راسو مزيان ما كيعذبناش. صافي وندخلوه للثلاجه او المجمد تقريبا واحد الساعه حتى كيشد راسو مزيان باش عاد ندوزو نشوفو باقي مراحل التحضير. بعد ما كيبرد لينا الدجاج مزيان وكيشد راسو كناخذو اولا الدقيق كندوزوه فيه مزيان بهذا الشكل، كنديروه مباشرة في البيض وكنحاولو انه كامل يتقاس بالبيض باش يشد لنا فيه لا شابلو. مباشرة للشابلو. صافي وكنحاولو اننا كنكون دايرين المقلة ديالنا كيسخن فيها الزيت وكنحطوه فيها بنفس الطريقة. غادي ندير الثاني، يعني كندوزو في الدقيق في البيض وفي لاشابليغ وغنحطو في المقلة، نقليوه ونحمروه من الجهتين ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديالو. الشكل النهائي للوصفة اليوم ها هو، بعد ما يعني قليناهم بجوج وقطعناهم كيجيو لذاذ بزاف، وكما لاحظتوا سهله طريقه التحضير ديالهم كيوجدوا بسرعه. وصلنا لنهايه الحلقه،
كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. شكرا لكم دائما على المتابعه، وما تنساوش تتابعوا برنامجكم ولما مع حليمه على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.